الرجال برانية داخلين خارجين عليا عارضين رواحتهم بلا ما عرضتهم أنا. هاي مايش برانية مولاي، هذه بنت خالك حفصة. إيه بنت خالي أنا، بصح أنت واش تجي؟ بعثت لك بزاف ناس ما استقبلتهمش، بعثت لي ليا قالت لي أنا حابة نجي نزوركم. وما تقولي ليش ريبونديتي عليها؟ إيه بيان سيغ ريبونديت لها، هذه داخلة في التربية. وما تقوليليش بلي قلتي لها تجي. نقولها ونعاودها، هذه بنت خالك وما نعرفهاش، وراهي جات الفرصة. والفرصة تفرصي عليا أنا باش نعرف حفصة، ماشي حق عليك. هي فاميلتك، معناتها راهي من فاميلتي، وإذا ماكش حاب تستقبلها أنتيا، نستقبلها أنا. وفي القصر ديالي. وفي القصر ديالنا. وإذا ما عجبكش الحال نرفدها ونروح عند يما. حبسي حبسي الحبابة، ما تبدايناش مشاكل، أنا غير نسمع اسم يما كحكم لي الخبار. حفصاني مازال ما وصلتش، بعثت لنا المشاكل تاعها قبل منها. صح، علاش هاد التقلالة؟ بنيتها صغيرة ورايحة حابة تجي تشوفنا، علاش راهي خلعاتك؟ كيفاش حبيتي نفهمك؟ شوفي راكي شايفة إيلي فون داير مناكش، هذيك هي حفصة. وفي العقلية ما كان لها نقول لك، جاب لي ربي هي اللي ربات جرجيس خان، على بها خرج واعر كيما هكذا. بعداك كيف بعدك هذه؟ خطا اللي فات كي جات، هذا ردته لي لهنا، قريب بعت القصر ورحت هملت، وديجا هي قالت لك علاش حابه تجي؟ وليد عمتها وتوحشتك وراه حابه تجي تشوفك. انت واقيلا محيبلها. يتسمع علاش راهي جايه؟ انا جيت هنا يسموني نتزوج. وكي طا معانا نكح عليك. الكراج ان شاء الله ماشي غير تكح، طعطستاني. عندكش خطيب؟ ماشي قلت لي مخطوبه يا ودي. كان عندها خطيب الله الله، يصيد سبوعة صياد كبير، جاب لها راس تاع سبع وما عجبهاش الحال. وعلاش هيا تدخل في راسك انت؟ ها جايب لي ندير بوزلوف نتاع سبع؟ هيا هيا ديريه انت ترى، ولا ننصحك ما كان لاه على خاطر هاي ميسيون امبوسيبل. وعلاش سبع يتكل؟ حقولي له كيفاش معناش هذا سبع يتكل؟ على جالها طلع الجبال قطع البحور ضال العالم كامل، كيعاود ولا زعكته. وعلاش؟ هاو قالها لك دار العلم كامل نهار كامل هو هامل في الويدان والجبال ما نشوفوش بالعام. يا اختي انا نحب الراجل يجي يصدم عليا يقابلني ونقابله. راني حاسه بك كيما يقولوا مرت البحري دايما تسوفري. والخطيب الزواج كان انسان مثقف قاري فاهم من الخدمه للدار. اي صح صح، يعني كان معلم يقري. هي مليح معلم. هي مليح، بصح واحد النهار كنت راح نتقلق بيه ايا رحت له شويه روطار عاود ردني للدار قال لي جيبي والديك. ايه انا وطافي اش درت؟ نحيت له والديه. عارف رماتو ما عرفوهش البارح شتك بها مزيه انا وقفت له. مزيه والله مزيه، مين داك وليد عمتي الله يبارك راجلك سبع يسلكني. وانا هكا كي حسيت باللي الصلاحيه تاعي راح تخلص خممت فيك. لا اش بيك؟ لا لا جيتك باش تزوجني برك، واش بيه سلطان وموسوس؟ سي نورمال، انت وليد عمتها وعندك منصب كبير لازم تلقى لها راجل. وعلاش انا يا ولد رجال انا حاطه في الخزانه؟ كاين رجال في كل كوان كاين. بس انا مانيش عايشه في كواني، عايشه في رومبو واحد ما شاف معايا. شويه صبر حفصه شويه صبر، ودوك يجيك فارس احلامك لعند بابك. اي واش من فارس احلامي تحكي عليه هذا؟ انا شكيت الفارس هذا سرقوا له العود. عود ولا بغل؟ يلحق يلحق. يعني شك فيه اني راك فوق فكرون، ها ما يجي يلحق عندي يكونوا سناني راه وليت عجوزه ولا قيبس. فمك ربي ان شاء الله. شوف لي انا من هنا ما نخرج حتى ندير راجل تحت باطي، هاني قلت لكم. قولي هذوك الزوج غير روحي. بنت خالك متوحشاتك وحابه تشوفك. كاش ما في خاطرك نطيب لك؟ انا نروح نطيب لك الماكله ونجي. انا وين راح نلقى واحد كره حياته يتزوج بكارثه متنقله؟ الحرس روح اهبط للحبس تحتها، خير لي واحد يكون واعر بزاف وحاكمين عليه مؤبد. اروح اروح. وماذا بيا تخيل لي واحد باش يخلصوا له لي زينيتي، واحد مازال شاد روحه. روح. سلامة واش راكي؟ واش راكي؟ جيتك بكري اليوم وقيلة كيما الشغل؟ راكي تعرفي الصباح. سمحي لي. لاباس؟ خير عليك. دقيقة كبيرة. دايما تجيني بالدقيقات، خير إن شاء الله. دخلت روحي في لافامي تاع الملك وما لازمش كامل. أو لا لا لي زيسواغ تاع لافامي أنا ما نحبهمش. على بالك خليته زعفان. إيه؟
واش نقدروا نديروا له باش يتنحلوا الزعاف؟ شوفي انا هذا الملك من هذا العوام كامل وليت نعرفوا على بالي بليك ما تسكتوا ما يفرحوا غير كرشوا. صح. واش تقولي فيها نديروا له منيو؟ الله الله درتي اسمي درتي ديقه كبيره ولا صغيره؟ ديقه سمينه. مالا نديروا له حاجه كبيره وسمينه. هيا مالا نديروا له. يلا نبداو. يلا صح. ديري طبيه مالا اليوم كيما قلت لك رايحه نوجد لك واحد لاغوسيت تعجب العين وتشبع الكرش. نروحو فيك كي لابسه ازرق ندير لك الحزام الازرق اللي هو الكوردون بلو. صح. واش نسحقو؟ نسحقو الدجاج، نسحقو فارينه، نسحقو شابلور، نسحقو ملح وفلفل الكحل باش نتبلوهم، شويه معدنوس باش تجينا بنينه. تعرفيني انا والمعدنوس والحشاوش كيفاش. شويه تاع الثوم، عندنا البيض باش نرمضو، وعندنا يا سلامي هنا سلامي تاع بلاط والفرماج باش نزيدوه لداخل. روحي انتيا وشطارتك قطعي لي الثوم وقطعي لي المعدنوس. على بالك باللي نحب هذا الشيء. ها هو عندك. الله الله عليك يعطيك الصحه. واش نروحو نديرو؟ نروحو نشوفو نحكمو الدجاج ديالنا. بسم الله. هكذا هاني ديجا حليتو هنا ولا شفناه بزاف خشين. واش نديرو هنايا؟ نحكموه مخطو هكذا ونروحو نرققوه قد ما نقدرو. كيما هنايا راهو رقيق ما حاش نزيدلو. نروح لي بارتي اللي راهم خشان هنايا. نحيها غير بلا حقل باش ما تكسرلكش. فوالا ما تبيكيش بالفرشيطه. تري بيان يعطيك الصحه. هاكي شاطره يا شهرزاد. هكذا واش نديرو؟ نروح نغلقو هادي هكذا نسيو نتحفوها باش جينا شابه. هنايا نغرقوها من هاد الجوانب. ونهضر لك على لا بانيغ اونغليز. كيما هنايا حنايا شتي ترمضت كامل. دون لو كا وين نديروها وتشوفيها ما ترمضتلكش مليح جوزتيها في لا شابلور. عاودي جوزيها في البيض وعاودي جوزيها في لا شابلور في لا شابلور. من بعد تخليها فريجيدير شويه من 5 حتى ل 15 دقيقه تحكم كامل روحها. ومن بعد قليها هكذاك على البروده. فهمتي؟ هنا تي سيغ بليك لا بانيور تاعك ما تخرجلكش. تري بيان. هنايا نروحو نديرو فرينه. هنايا جوستومون دوك نشوفو باش ما نخسروش. هكذا نرمضوها. دوزيام غوسيت تاعنا اللي راح تعجبو اليوم سي سيغ يعيطولها لي كوكيت دو بون دو تير. صح. واش نسحقو؟ نسحقو لاباس تاعنا بطاطا نكونو غليناها في الماء والملح وسنينه تاع الثوم باش تجينا بنينه. عندنا الفرماج، عندنا معدنوس، ملح، فلفل الكحل، عندنا الثوم، عندنا الفارينه، وعندنا لا شابلور باش نرمضو. Thank you.
شوف راك تفهم فيا، على بالك باللي اليوم طاحت عليك ليلة القدر، لو كان ندير واش نقول لك انا، راح نعطيك الذهب نفتح لك كوميرس وراح نعاود لك حياتك من جديد، بصح الا رفضت راح تعاود ترجع وين كنت. واش تخيل؟ هذه شخصين عليها هي باينه. هذا هو المحبسين الوعي اللي جبتوه لي، هذا هو الوعي فيهم، هذا هو اللي هم مؤبد. حبيت نسقسيك، انت متلمسان؟ ايه، علاش كيسع شي؟ سبحان الله، متشبه لهمش كامل، كيفاش عجبها انت كنت في الحبس لما تولي بيض، راك مبروزي، راك برا. ايه يا مولاي، لو كان نحكي لك، انا حنا كانوا عينيها زورع. وما بيطة بيطة غير أنا اللي خرج يشبه لبا الله يرحمه. ما خرج شبه الوالو انت، وش بيك؟ حارس ديال الخدامين قول لهم يغسلوه، عطوا له حوايج جدد وعاود جيبوا لي هنا في العشاء. قول لي مولاي، اش ملك حابني نعمل؟ كاين شي سلطان تاع لا كونكيرونس نقتلو؟ ما تقتل حتى واحد، انا حاب نعرفك بوحده من العائله تاعنا، اذا قبلت باش تزوج بيك الله يسهل. والله ماني مأمن عقلي، إذا كان من الشوبة تاع الحبس بالطابلة تاع السلطان غير أرسني، والله ماني مأمن. آه ما تخلقش روحك، دوك تجي حفصة وتشبع قريص. هذا هو تاع قبيله، قادر تشوف باش انا نعرفك. والا هذه هي اللي راك حاب تزوجها لي؟ والله غير هو. ايه والله الا شويبا ريحه حمى. يا الاخر هذيك مرتي، هذيك طول الله سيات منها هاي ليك. هذا هو اللي جاي يخطب حفصه؟ اما اللي جاي يخطبني انا ولا كيفاه؟ فريتها لها ليه ليه خفيف ظريف. رد نفسي انت يا خرجي من الفون، عطي لها وجهك، ردي راسك، شو خطبة. حرص روح روح روح، اقعد انت يدر فيها لقمة وبعد نهضر. فين قعد الدائرة دوري عريضة؟ ايه قال لك اقعد اقعد. كل كل ما تحشمش. لقوا على بعضهم؟ شوية شوية. مش شوية شوية، قول عنطر وعبلة. وشنو حفصة هي عنطر. Ha ha ha!